عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم أينما كنتم. معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. طبعا اليوم بإذن الله تعالى راح نوضح لكم طريقة عمل وكالة سواء داخل تركيا أو خارج تركيا. أول شيء لازم تحددوا الغرض من الوكالة، هل هي وكالة بيع أو وكالة شراء أو وكالة مثلا فتح خدمات واستخراج رقم ضريبي، راح أبينها لكم الآن بالتفصيل. إذا كنتم داخل تركيا وحابين تعملوا وكالة، طبعا الطريقة اللي تتبعوها حتى تعملوا وكالة رسمية للشركة اللي بتشتروا من خلالهم مثلا الشركة العقارية، أولا يحددوا شخص اللي راح يشتري العقار باسمكم، الشخص هذا يكون شغال في نفس الشركة مثلا. تروحوا لكاتب العدل اللي يسموهم في تركيا النوتر، تروحوا للنوتر يكون معكم، طبعا هي ثلاث طلبات، اول شيء صور شخصية، ثاني شيء يكون الجواز الاصلي وياكم، والثالث اللي هو حضور مترجم محلف من الدولة. طبعا المترجم هذا راح يقوم بترجمة الجواز، وايضا راح يحضر كاتب العدل اللي هو النوتر حتى يشرح لكم الوكالة اللي بتعملوها. مثلا في حال حابين تتملكوا شقة، بعد ما تتأكدوا من بياناتها بالكامل راح تروحوا للنوتر ويحضر المترجم المحلف، يكون مترجم الجواز تبعكم. طبعا اول شيء يتم تصديق الجواز من كاتب العدل، وبعدها تعملوا اللي هي صيغة الوكالة، وعادة الصيغ تكون موجودة عند النوتر اللي هو كاتب العدل. من اهم يعني الصيغ اللي راح تكون موجودة في الوكالة، واحد شراء عقار، وتحددوا نوع العقار والموقع، يعني تقدروا تعملوا الوكالة عامة داخل تركيا وتقدروا تخصصوها لمدينة معينة. على سبيل المثال اذا بتشتروا عقار في طرابزون، مدينة طرابزون، تحددوا عقار يعني يكون داخل حدود مدينة طرابزون. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية تضيفوا فيها استخراج الرقم الضريبي، لانه هذه مهمة جدا وما تقدروا تتملكوا عقار الا باستخراج رقم ضريبي. النقطة الثالثة، إذا نفس الشركة بتعمل لكم إجراءات نقل الصك وبعدها يعملوا لكم إجراءات اشتراك الماء والكهرباء والغاز الطبيعي، هذه الثلاثة نقاط أيضا لازم تضيفوها على الوكالة. إذا كنتوا داخل تركيا الطريقة أنكم تروحوا للنوتر مع مترجم محلف وتعملوا الوكالة. في حال كنتم خارج تركيا، حاليا دولة تركيا عملوا أو قدموا خدمة جديدة أطلقوها جديدا في 2020، وهي أنه تعملوا الوكالة في القنصليات أو السفارات اللي موجودة في بلدكم، وتضيفوا فيها بند أو صيغة معينة أنه الموكل يقدر يستخرج نسخة من الوكالة في أي كاتب عدل داخل تركيا. يعني أول اللي كانوا يعملون وكالات كانوا يضطروا أنهم يرسلوا الوكالة عن طريق شركات الشحن، على سبيل المثال شركة DHL أو الشركات الأخرى. الآن خلاص ما يحتاج إرسال، تضيفوا الصيغة اللي هي استخراج نسخة من الوكالة من كاتب العدل في تركيا، وهو يروح لأقرب كاتب عدل اللي هو النوتر اللي موجود البلد اللي هو يكون موجود فيها، يعني داخل تركيا في المدينة اللي هو موجود فيها، ويستخرج نسخة من الوكالة. وتكلفتها تكون ما يقارب 300 ليرة تقريبا، لأنه سبق واستخرجنا عدة وكالات بالطريقة هذه. طبعا عمل وكالة في السفارة أيضا تحتاج نفس الطلبات اللي هي 4 صور شخصية بالإضافة إلى الجواز الأصلي يكون وياكم، تروحوا اللي هي السفارة أو القنصلية القريبة منكم. طبعا عادة تركيا توفر داخل السفارات أو القنصليات مترجم محلف يترجم من اللغة مثلا من لغة بلدكم إلى اللغة التركية، عادة هو اللي يقوم بترجمة الجواز تبعكم للغة التركية، وأيضا الصيغ تكون جاهزة عادة في السفارات، فيعمل لكم الصيغة يسألكم اللي هي مثلا نوع الوكالة، هل هي وكالة بيع إذا عندكم أملاك مثلا حابين تبيعوا وتوكلوا أحد، أو إنها وكالة شراء على سبيل المثال، فتعطوه تختار واحدة منها إما بيع أو شراء، راح يضيفها في الوكالة. أيضا راح يسألكم هل حابين أني أكتب فيها الخدمات اللي هي اشتراك الماء والكهرباء والغاز واستخراج الرقم الضريبي، وتضيفوا فيها البند المهم جدا هذا اللي أعلنوا عنها في 2020 اللي هي استخراج نسخة منها في تركيا. وكذا تكونوا أتممتوا عملية الوكالة وترسلوا صورة منها للموكل اللي هو موجود في تركيا، الموكل عنكم يروح لأقرب كاتب عدل اللي هي النوتر يستخرج نسخة منها. أتمنى المعلومة كانت مفيدة لكم. في حال وجود أي استفسار وإذا حابين تسألوا عن شيء معين لا تترددوا بالتواصل معنا، وإن شاء الله نقوم بخدمتكم سواء في عمل الوكالات وطريقتها أو في مساعدتكم في شراء شقة داخل تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.